هذا سائل يقول: هل يجوز القراءة في المسجد مع الإمام في صلاة القيام؟ لا، لا تجوز القراءة والإمام يقرأ. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت في الصلاة، هذه نزلت في الصلاة، أمرنا الله إذا قرأ الإمام أن ننصت وأن نستمع للقرآن وننصت ولا نقرأ.